معسكر بالشرهان. شوف هاي البنايات مالتنا. شوف هاي الغرف، هاي غرف، هاي هنا هم. شوف هاي الاسلاك الشائكة هنا ذبن، هاي شوف هاي كله معسكر، هنا كان مقر فوج او هيجي. هاي هنا غرف، هنا هاي على طول نهاية الجبل منها مفترة ويا الوادي، هيك هيك مفترة منها ويا الوادي. هنا هذا هو اعتقد المقر كان. اي ها جوا هناك. اي شوف هاي اعتقد نقاط رصد. اي شوفوا هاي فلشة، هاي الغرفة هنا. هاي شوفوا كونكريت الصبات. ها هذا الدرج. ايه. شوفوا هذا الدرج. هذا هاي بدايته. هناك هاي هيجي صعد من ينزل. هم درج كونكريت مسوينه. هاي غرف. هاي نقطة رصد. شوفوها. هاي ذات باوع منها. وهاي هم منها. هاي هم محافري هم ثاني. شوفوا. شوفوا هذا صاروخ فاز. شوفوا ايش قد هنا مخلفات كلش هواي. شربة نادر. شربة نادر. هاي حاوية مال رصاص. هذا فاز. شوف شوف كمية المخلفات. شوفوا هذا الببسي الأولي. شوف الشعار. كولا. هذا طرقة مال بسطال ظالة. هاي مال فاز الترمي. هاي الترمي الفاز؟ اي هذا خلب يصير بيها. ايه. بال هذه فعي حرقتي انت ينطلق. نطاق. هذا المكان بالشرهاني. شوفوها. شوفوا كمية المخلفات. جبن الالبان ها؟ ابو غريب. البان ابو غريب. هاي بعض هذا. لهسه محافظ على لونه. هاي منتوج قبل من كان العراق ينتج. كل شيء ينتج بالعراق. كل شيء صنع بالعراق. هاي حاوية. هاي. هاي. هاي الحاوية شوفوها. ذني صوار. ها بعدهن بيها الصواريخ. هاي صواريخ، هاي خوذة الجند العراقي الأصلية. أبو عباس. إي. هاي شيخ نظيف. شوف هاي خوذة الجند العراقي. هاي ما صار ما بيها شيء. خوذة سالمة. شوفوها. أطار الجو. نخليها هنا. بدلة عسكرية. شوفوا دقامها. الو قميص. الو عبد الله قميص. تعال تعال. هذا الفاز. رمانه. هاي الغام البتارة. شوفوا هذا اللغم البتار، هذا كلش خطر. هاي دخانية. هاي هاي دخانية. دخانية. هاي هجومية. صنع مصري. هاي هجومية. شوف هذا اللغم البتار. شوف هذا المادة مالت التي انتي. حتى الغام هنا خطر المنطقة. شوف هذا الساتر الثاني. الاول هناك كان خط الصد الاول، هذا خط الصد الثاني، هذاك الثالث شوفوا، وهذا الرابع. طبعا بال 82 هذا ايضا احتلوه، احتل العدو الايراني بال 82، احتل هذا الساتر.
زين وقطاعاتنا انسحبت لهناك تراجعت. بعض الاماكن بالخط الثاني لافو الثالث ايضا هم سيطروا عليها احتلوها وتمركزت قواتنا بخط الصد الرابع الاخير. هاي حقول الالغام بين خط الصد الثاني والثالث، هذاك الثاني كنا بيه. هاي حقول الالغام وساعه اشرت لكم عليها، وهاي حتى ذاك برميل نابال، ذاك واحد برميل نابال، هذا خط شوفوا هذا مال دروع، اللغم مال دروع. بس احنا متوجهين خط الصد الثالث، وصلنا على هذا هو. اما نشوف ايش باقي بيه من اثار نصورها لكم. هاي وصلنا هسه لخط الصد الثالث، هذا خط الصد الثالث ما قبل الاخير، وهذا خط الصد الرابع. شوفوا هاي هنا خط الصد الرابع، خل ندخل ونشوف يستقبلنا صاروخ 106 ملمع مال البساطيل تكرمون لهنا، مهتمين بقيافتهم بساحة الحرب وجايبين وياهم اصباغ، اهم شي عندهم القيافة. هاي ما ادري بقايا مال سيارة شي. هذا الفاز راس قذيفة، هاي صح منطلق، هاي تكملته فرشة اسنان باقية لحد الآن. هاي هنا الظاهر كان اكو سياج كونكريت مقر، الظاهر هذا كان مقر. شوف ظله بس الصبات مالته مفلشين البلوك، ظله بس الصبات. شوف ذاك خط الصد الثاني اللي كنا بيه قبل شوية، هاي الجريكانات جيم مال الجيش مفتوحة حرامات. هاي مال الحشواتي، وايد تركيب للقاذفة صار يطلقها وايد. هاي من ساعة لقينا الصبغ وهسه لقينا الفرشة. شوف هاي هنا شقد رامين بوش، هنا صار مواجهات. شوف قلنا لكم هاي من استولوا عليها العدو. شوف هذا شقد رامي هنا، شوف الرصاص كلش هواي. هذا غير المدفون طبعا، المدفون اضعاف. شوف هنا الظاهر كانت اكو حادي، اكو بي كيسي هيجي، شوف كله بوش. هذا مال بي كيسي، البقية كلاشينكوف، هذا كلاشينكوف. هاي ما اعرفها، يمكن دخانية بعدها صاعقها بيها. شوفوها هاي بالشرهاني، نرجع نذكركم اخوان بالشرهاني. شوف بين خط وخط حقل، اي شوف هاي الحاويات، هذا حقل الالغام. هاي بعد هذا الشرك الاسلاك الشائكة، هاي حقل الالغام. هنا شوية بس تنزل من السفح هنا، خلين هذا البتار. شوف الحاويات شقد، مئات من الحاويات كلها فارغة، كلها مستخدمها الجيش. شوف هاي هنا طبق، هذا مال الحاوية مال صواريخ. هاي رمانة هجومية، دير بالك بعدها. لا شوف بس هي ما كنت كل نفتحها نظيفة، تعالوا ورميها ما بيها اي شيء. روسي هذا ما عليه اي شيء، نظيف هذا، بس تنفتح هاي تنظف عادة تشتغل كما كان. بس السيارة عندها كلابتين، خليها بمكانها، خليها هنا. هاي الارزاق مال الايرانيين،
تن جنوب، هاي ساخت ايران. شوفوها زشك، شنو هذا؟ مرقة، ما ادري. شوفوا هاي باذنجان وفلفل، هاي ارزاقهم الجافة مال الايرانيين. هاي شوفوا واصلين لهنا طبعا، حتى هذا محتلينه، هذا نفس العلبة مال مرة العالية. طبعا هاي قلنا من ورا سبق وان نوهت لهذا الشيء، بعد ما انسحب الجيش العراقي للحدود الدولية، اللي هي هاي الحدود الدولية هنا، شن العدو الهجوم المعاكس، شن الهجوم اخذها هاي كلها، اخذها وصل للرابع، وصل ذاك قرية الزبيدات، هم راح اصورها لكم ان شاء الله من نمر عليها. وصل قرية الزبيدات، شوف ذيك خوذه، خوذه مال جندي عراقي ذيك. الايرانيين قبل يعني قليل منهم يلبسون خوذ، ذيك الخوذ وخوذهم حديد عكس العراقيين، خوذهم فايبر جلاس. شوفوا هاي الخوذه 20 هاون، ال 120 شوفوها، هاي عراقيه، هاي قذائف هاون 120، اول مره نلقاها هنا. ليش هنا بخط الصد الثالث 120 على مود يبعد؟ شوف هاي طلق مال دوشكا، بعد هنا ما تشتغل كلاشينكوف، هنا كله دوشكا. شوفوا طلق مال دوشكا، هاي 120 هاون 120، شوفوا شقد هاونات قذائف، العفو، هاي كلها قذائف 120. هذن شوف 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 بالآلاف، هاي الظاهرة للعيان المطمور الله يعلم به. هنا طبعا حتى جثث الإيرانيين يجون بين مدة ومدة ينقبون عن الجثث ياخذون قتلاهم. شوفوا كل الرصاص، طلق مال بي كيسي هذا، هذا بعده بيها هاي الرصاصة، اي هو علبة كاملة. اي هاي شنو هاي؟ هذا هم نفس الشيء، حطوا بيه الصاروخ للمراوغ، حاويات مشتركة. اي حاويات مال حشوات، هاي حاوية، هذا فطر. دوشكة، طلق دوشكة، هذا البارود بيه. ها ابو زيد اي بعد خط صد ثالث، هذا بعيد يصير راس مالته. شوف شوف هاي حاويه مال دوشكا، هاي هنا كله دوشكات، قليل كلاشينكوف. هنا اي الظاهر هذا موقع ابو الدوشكا، شوفوا الحاويات مالته شكد، ذيك الغرفه هسه نروح لها. شوف ايش قد ذاب هنا، ايش قد رامي هذا ابو الدوشكه، ايش قد مقاوم. هاي العلب كلها له، العلب اللي مخلصها ابو الدوشكه. هاي هناك علب، هناك شوف شوف علب المطشره، هاي خوذه، هاي ايرانيه الخوذه، لا هاي ايرانيه، ايرانيه حديد. شوفوها اخوان هاي ايرانيه حديد، احنا بلوك. احنا ما عندنا حديد، شوفوها هاي خوذه ايرانيه. اللي يتذكر الشيء اللي
امان مال اللغم والفاليمارا هذا نفس الماشي يدخلونه هيك امان اي هيك بعد اسحب اشوف انت اي يفتح الامان بعد ينسبونه خلي لي اياه اعتقد هاي غرفه المنام والله تصور يعني اوكسي قريب على اليوم لا ما اعتقد منام ما يمكن هنا حتى لو صغيره هم اثنين ثلاثه ويبدل شوفوا هاي الغرفه بلوك هذا شنو يعني يجوز الدوشكة هنا ممكن هاي ما اعرف شنو هاي هي الحشوات الصواري حشوة صاعق صاعق صواعق اي صاعق هذا مال الصدام احتمال الصاعق هاي شقد ماكل شوفوا الحاويات مزرفة هاي مزرفة اكبر ميل مال نابالم اي اعتقد بي كيس هذا شوف شوف هذا شوف طلق مال بي كيسي وهذا الشق اللي يمشون به يتنقلون به هي هنا ابو البي كيسي من هذا منا شق ومنا شق الدوشكة هنا هي هاي هنا مالت الدوشكة شوف اخوان هذا خط مال نابالم لغم نابالم هذا شوفوا هذا الخط هاي البراميل شوفوا لهناك واصلة هذا كله بعد شغال هسه بالضبط عدل وياه شوفوا هذا الخط هذا كله خط نابالم كملنا منطقة الشرهاني حاولنا طبعا كبيرة هي بس غطينا منها أهم مناطق مثلا خطوط الصيد وما إلى خطوط الصيد وما إلى ذلك هسه رايحين متوجهين لمنطقة الصحين. شوفوا نفس الشيء طبعا. طيارة ابو عباس طاحت قبل ايرانية. اي. ايه في منطقة الصحين طاحت. الطائرة الايرانية اعتقد الاخوة المشاركين بها بالثمانينات اللي اسقطها الجيش العراقي. بالصحين بلكي نلقى منها اثار نحاول. ما زلنا منا حق الالغام. ومن ناحق الالغام وبس هذا الشارع هو اللي يودي عليه شوفوا هاي ما عاد هاي لهنا واصل حقل هاي الشرك ماله هذا الرابع هذا خط الصد الرابع اخوان هذا خط الصد الرابع وصلنا له بعد ما يحتاج نمر عليه احنا شوفناكم شكل خطوط الصد صارت عندكم فكره هذا خط الصد الرابع اللي هم سقط هذا لهنا وقف العدو ما قدر يتقدم خط الصد الرابع الخط الاخير اللي وقف ويا ريت من السادة المشاركين بالمعركة يعني ضروري يكتبون معلوماتهم عن هاي المعركة معركة الشرهاني معركة عظيمة هواي شاركوا بيها وظلت من 81 لل 88 اعتقد لحد قادة فرقة كلها بنات مسلحة هنا تقريبا أي. بنايات شوفوا مبينة منا شوفوها بين التلال بناية ومطمور يعني مدفونة مسلحة ومدفونة يا ريت من السادة المشاركين بالمعركة الشرهاني لأن هي امتدت قلنا من 1980 لحد معركة التوكلات توكلنا على الله الثانية يلا رجع استعادها الجيش العراقي الباسل يا ريت يكتبون معلوماتهم ذكرياتهم ويشرحون اكثر عن المعركه لانه ارض واسعه هي ابو عباس طلبوا من القريه من هناك من الزبيدات طلعوا قبل راجع يتفون على الخط هذا اها اي بس المدفعيه كانت تدق عليهم من البلد شويه ها من تلول ما قدروا يفترون على جاي يخافون الخط يلتفونه يلتفون عليه يلتفون عليه هم خذوا التبليط وراحوا نعم الرمل الرمله ذيك نسميها احنا الرمله اي اي كتبار رمليه يعني قويه راحوا عليها وبعد المدفعيه قام تدق عليهم ما خلتهم يلتفون على الخط فشلوا فشلوا شوف هاي السدره ايش كبرها ما شاء الله هاي قديمه السدره يعني من زمن من السبعينات سدره كبيره هاي كلها حقول بعد جاي تصورون مئات الكيلومترات
مليون نسيت ذاك قبل فترة يقول 10 ملايين لغمة كمان بين بكار وبالمارة و 10 ملايين رقم مهول. 4 خطوط بحديرية لحد البجرية. هالبجرية لقدام بعد بعد البجرية والعين.